عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيك تجديد، هكذا غنى الشاعر وهكذا تقول اليوم الطبقة العاملة بمناسبة عيدها الأممي الذي يصادف يوم غد الأحد. بهذه المناسبة أولا نتقدم بأحر التهاني للطبقة العاملة المغربية والطبقة يعني العمالية في العالم بأسره بأحر التهاني. ونستضيف اليوم عبد الرحيم الهندوف أحد أبرز الوجوه النقابية في المغرب، هو رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وعضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل. سي عبد الرحيم مرحبا بك. شكرا سي مهداوية على الاستضافة. مرحبا ونهار كبير هذا. سي عبد الرحيم غتسمح لي قبل ما نطرح لك السؤال الأول غادي نتوجه واحد كلمة لجمهور الحبيب، لأنه ورد إلى علمنا يعني قبل قليل خبر محزن وأليم جدا جدا، خاصة ونحن يعني نستعد الاحتفال بعيد الفطر، وخاصة ونحن في شهر مبارك فضيل إدانة الحقوقية وإدانة النشطة سعيدة العالمي بسنتين حبسا نافذة. بصرف النظر عن تفاصيل الحكم وبصرف النظر عن تفاصيل القضية، ولنفترض جدلا، أقول جدلا، على أن هذه السيدة قالت كلمة قد تكون يعني مبالغ فيها وأساءت أو ضرت من ناحية الرمزية هيئة ما أو جهة ما، لأنه حسب علمنا تبعت بإهانة هيئة منطمة إلى جانب يعني بعض التهم الأخرى. أقول فرضا، أما أنا الأوان ونحن أمام في هذه المناسبة أن نتوجه للمشرع المغربي بالدرجة الأولى أن يعيد النظر في هذه التهمة الإهانة موظف، إهانة هيئة منظمة، والتي بسببها اعتقل العديد من المغاربة. في الدول الديمقراطية لا يعتقل الناس على آرائهم إلا عندما يتعلق الأمر بالعنف أو التحريض على العنف. أقول اليوم المشكلة ليس مشكلة القضاء وليس مشكلة الشرطة، مشكلة المشرع. هذا النص يجب أن يزول نهائيا. من أراد أن يدبر الشأن العام سواء كان منتخب أو معينا عليه أن يتسع صدره لآراء الناس. فكنتمنى في الجولة الاستئنافية أن يعاد النظر. نحن لا نقبل أحد أن يقول كلمة في حق آخر سواء كان مؤسسة أو كان شخص. نحفظ كرامة المؤسسات، كرامة المسؤولين المغاربة وكرامة المواطنين، ولكن نقول من غير المعقول المغرب اللي يعرف يعني هذه هيئة الإنصاف والمصالحة وعدم المحطات أن يعتقل الناس، وخصوصا المرأة اللي احنا درنا هيئة الإنصاف والمصالحة ودرنا المناصفة للمرأة ورقينا بالمرأة إلى مصاف مسؤوليات، نعتقلها ونحطها في الحبس في شهر رمضان بسبب رأيها. كنتمنى جولة استئنافية أن تنتصر لصوت الحق. سي عبد الرحيم كنجدد ترحاب بك. وكالسؤال الأول سي عبد الرحيم، كما قلنا اليوم نحن في أجواء عشية عيد الفاتح ماي، سؤال كيف يأتي احتفالكم اليوم بهذا العيد في أي أجواء وفي أي ظروف كيجي الاحتفال ديال الطبقة العاملة بهذا العيد؟ شكرا مرة أخرى على الاستضافة، وتحية مجددا لزوار موقع بديل. هذه السنة بالفعل هي سنة يعني استثنائية. أول سنة بدينا نخرجوا من كورونا بعد سنتين واللي خلالها أدت الطبقة العاملة يعني ثمن يعني غالي. كذلك هذه السنة كتميز يعني وهذه السنتين في الحقيقة تميزات بارتفاع يعني صاروخي للأسعار، مما أدى إلى ضربة كبيرة للقدرة الشرائية نتاع المواطنين بصفة عامة والطبقة العاملة بصفة خاصة. كنعرفوا بأن المحروقات ثمن تاعها في هذا العامين تقريبا الغازوال ارتفع ما بين 10 حتى 14 درهم، يعني اللتر بمعنى تقريبا واحد الزياده رقم خيالي خيالي 40% سابقه سابقه، وهذا كان عنده تاثير على جميع القطاعات ناهيك على زيادات اخرى بسبب كورونا بسبب تداعيات الحرب الى اخره نتاع اوكرانيا. ما نخليكش تكمل السي عبد الرحيم، دابا انا كنهضر ولكن ضروري خصني نوقف عند كيفاش كتفسر اللي كيبيع لك المازوط ولا كذا ب 14 درهم هو رئيس الحكومه واللي كيدبر شانك العام؟ في تاريخ المغرب ما عمر كانت هذه المعادله. لا بالفعل ما عمرو كان شي رئيس حكومة هو اللي
يعني عنده شركه لاباس عليه. لا كانوا اللي فاتوا لاباس عليهم، كانوا كثار، كان الكلام العمراني كان بزاف، ولكن القضيه ديال شي واحد اللي هو عنده شركه نتاع اللي عنده حصه كبيره من المحروقات بالفعل. وهذا المشكل في الحقيقه، المشكل من بدا مع الحكومه نتاع من كيران اللي حرات الاسعار. لانه حنا كان متوقع من غير شي واحد وقت اللي ارتفع الاثمان نتاع البترول غادي نوقعوا في الازمه، وما فكروش في ذيك الوقيته على المستوى المتوسط، ما داروش واحد الميكانيزمات اللي يمكن يحروا في نفس الوقت الى الاسعار فاتت واحد السقف معين خص يجب يعني التحديد نتاعها. دابا نشري تيران ندير واحد الكلمه وهيك توقف عند السي عبد الرحيم قال لك انا قلت نحرر الاسعار ما كاين بس، ولكن على امل او بحسني غتكون المنافسه شريفه بالفاعل في مجال المحروقات. قال لك ايه انا راه حررت ولكن صحابي غيتنافسوا بشرف. ودابا يفاجئ بان الناس منافسه ما كان فيها انهم تواطؤوا ولا اتفقوا على جو المغرب. هل الخلل التواطؤ فين كان الخلل باش حطنا في هذا المشكل؟ فين كاين المشكل؟ الدوله ما كتسيرش بالاماني. الدوله كتسير باجراءات، قوانين، ضوابط. يعني كان هناك قرار يعني باش تحرير الاثمان نتاع المحروقات، كان الدار هناك ميكانيزمات اخرى للضبط في حاله ما كان ارتفاع نتاع الاسعار على الصعيد الدولي. مثلا كان يقول بانه يحدوا مثلا حتى من الناحيه القانونيه الهامش تاع الربح، كان يحدوا من الناحيه القانونيه في حاله ما الى ارتفع الاسعار في واحد المستوى مثلا في سنه يمكن تعاود ولي تدخل صندوق الموازنه. يعني بنتي الحر بدون ضوابط. بدون ضوابط هو اللي مسؤول، يعني هذاك القرار هو اللي مسؤول عليه. هذاك الدخول ديال اليوسف في الحكومه بدون اتفاق بدون ضوابط. يعني هناك عده قرارات يعني كلاوتهم بفمهم، هناك عده قرارات اتخذت في ذيك مثلا القضيه نتاع التخفيض في الاجور تاع الموظفين، القضيه نتاع الاصلاح نتاع صندوق تاع الطاقه، ماشي اصلاح في الحق هذاك، هذا كيتأجل. قبل ما نوصلوا للسي عبد الرحيم نمشي لواحد السؤال. هو يمكن الحديث على الحوار الاجتماعي. وحنا عشيه الطبقه العامله، المغاربه بزاف كيهضروا على الحديث وكيستبشروا خير ويقول لك مزيان الحكومه فاتحه الحوار الاجتماعي. نبغيك تحط الراي العام في الصوره، فين وصل الحوار الاجتماعي مع الحكومه والنتائج ديالو الحدوث الساعه؟ مزيان جبتي الحوار، احنا في الحق في الحوار الاجتماعي في المغرب ما عندناش مؤسسه، يعني ما كايناش مؤسسة نتاع الحوار الاجتماعي. شحال كنت داز من الحوار في المغرب في الاجتماعي؟ اللي كان الحوار اللي كان فيهم يعني اتفاقات كانوا خمسة. خمسة؟ يمكن ستة، لأنه في الحكومة نتاع جوتو كانوا زوج تاع الاتفاقات. في تاريخ المملكة المغربية؟ وي. حيت كنسمعوا بزاف حوار اجتماعي الحكومة تحرر. في تاريخ المملكة، هذه نقطة خصنا نوقفوا، في تاريخ المملكة المغربية دازوا خمسة الحوارات. أيه. كاين أنا نقول لك كاين تاع 96 وكاين تاع 2001. وكاين 2002 2003 كانوا زوج نتاع مع الحكومه نتاع جطو، وكان 2011 و2019 وهذا دابا اللي كاين دابا. هذا جا تحت الضغط ديال الطبقه العامله ولا الحكومه اللي بغات تحاول؟ هذا السؤال طرحته، لان في الحق الحوارات الاجتماعيه في المغرب ماشي مؤسسه كيف قلت لك وكل سنه كتدار، كيف كيدار مثلا في المانيا في هذا العدد تاع الدول المتقدمه وكل عام يتفقوا على زياده في الاجور، يتفقوا على هذا تاع الاجراءات. حنا لا، حنا الحوارات الاجتماعيه اللي كانت لحد الساعه هي تجيب على ظرف وظروف سياسيه. نوضح لك مثلا الحوار تاع 96 كان فرضاته ذاك الساعه الظروف ديال انتقال تحضير انتقال الملك من ملك الى ملك من الحسن الثاني الى محمد السادس. كان الاصلاح الدستوري جات في 2001 كانت حكومه التناوب العهد الجديد الى اخره، دونك كان خصو بدا من نديروا شي حاجه باش الناس يحسوا بانه راه كاين. كذلك في جطو، جطو شنو؟ جطو خذا واحد العدد نتاع الاجراءات. كان دوز المدونه نتاع الشغل، كان القضيه نتاع الخصاصه نتاع السعوديه والسوجيتا، كانت ديك لامو لاول مره كثار في المغرب، يعني كانت واحد العدد نتاع الاجراءات. وكذلك ما ننساوش بان جطو تعين كوزير اول خارج ما سمي انذاك بالمنهجيه الديمقراطيه. وبالتالي كان واحد النوع نتاع على بغيت تقول شرعيه اجتماعيه لديك الحكومه نتاع جطو، وبالتالي كان الحوار الاجتماعي اللي كان فيه يعني تحقيق واحد العدد تاع المطالب. من بعد ما بقى حتى حوار اجتماعي حتى جات 2011 كانت حركه تاع 20 فبراير، و2019 كانت الحراك في الجزائر والحراك في السودان. دائما حنا الحوار الاجتماعي كيخضع لظروف سياسيه ووطنيه وجهويه واجتماعيه الى اخره. اليوم كاين الحوار الاجتماعي لانه الحكومه الجديده جات من بعد الانتكاسه نتاع حزب العداله والتنميه في الانتخابات
خيرا. وكاين هناك اليوم من بعد كورونا كاين هناك سخط عيري زياده في الاسعار، التداعيات نتاع كورونا، تشريد نتاع العديد نتاع العمال يعني خاصه في القطاع الخاص. بالتالي الحكومه بغات يعني تعطي واحد النوع اذا تقول الامل، واحد النوع نتاع المبادره اسمها الحكومه الحوار الشمعي. دائما دائما دائما. وعلاش الطبقه العامله ما كتبقاش تفرض ايقاعها؟ ما هي اللي كتفرض الحوار الشمعي؟ علاش كتكون مثلا كانت هناك يعني مثلا نضالات قويه في 2014 2015 وكانت مسيرات، وكان هناك تنسيق ثلاثي ما بين اليوم تي والسي دي تي ويعني وليجا التامي الى اخره، وكانت مسيرات وكان الحوار الاجتماعي لم يفضي لنتيجه. كان 2015 وكان 2016. علاش ما كيفضيش الحوار نتيجه؟ شو السبب؟ ولا انا قلت لك كاينه موازين القوى مختله ماشي لصالح يعني النقابات. ومساله ثانيه ما كتكونش تمشي. يعني كتقصد موازين القوى مختله هو ان العمال في المغرب ضعاف والباترونا قويه والناس اللي حاكمين في موقع قوه. الحركه اي باش هاد الموازين باش نختاروا إيه الحركه النقابيه ماشي قويه لدرجه انها تستطيع انها تفرض مثلا المطالب. كاين بعض القطاعات لان حركه قويه حركه نقابيه قويه تستطيع تفرض المطالب. مثلا في قطاع العدل عندنا نقابه وحده وعندنا نضالات، وملي كيديروا اضرابات كتوقف المحكمه. علاش؟ موحدين وعندهم موحدين عندهم الوحده النقابيه وقطاع يعني مثلا المحافظه العقاريه انا كاينه نقابه وطنيه ملي كتنوض كتوقف مثلا غير محامون. يعني ملي كيديروا اضراب مثلا في المحافظه العقاريه 10 تاع الملاير المداخل في النهار كتوقف الحاكم كتوقف. ومثلا في العدل الاجور نتاع كتاب الضبط والمحللون القضائيون والمنتدبون القضائيين تفوق الاجور نتاع عديد من الفئات الاخرى يمكن اكثر منهم كاع ديبلومات. كتاب الضبط إيه مثلا كتاب الضبط سواء في الترقيه سواء في الاجور. اذا وضعهم زوين علاش؟ حيت كيناضلوا. بيان سور حنا عندنا زوج حوايج في هذه البلاد اذا بغيت تكون الوضعيه نتاعك مزيانه اما تكون ديك الفئه كتناضل وقطاع يعني حساس بحال مثلا كاين بعض الفئات اللي كتناضل ولكن واخا تناضل ما عندهاش شي تاثير. انا قلت لك ولا تكون واحد الفئه اللي يعني السلطه محتاجها. فكرتيني سي عبد الرحيم غير من باب البسط شويه ونضحكوا واحد رجل سلطه وكيقول لك واحد المثال زوين تيروجوه بيناتهم تيقول لك في المغرب اللي فاق عشيه واللي نعس غطيه. دابا اللي فاق وي خاصك توكلو. إيه. دابا الناس ناعسين لحقاش ما وكلتيش غنوض غيفيق لك اللي ناعسين ملي كتوكلو كتهنى منه. إيه. واللي نعس زيدو ملايه غطيه باش بهذا المنطق يعني هذا الكتاب الضغط حيت فاقوا كيتعشاو. كاينه بزاف تاع القطاعات اللي وين كيناضلوا ماشي جالسين كاين المحامون سي عبد الرحيم نموذج من في جوازه القيح من وقف وقفه واحد وكعدد قدروا يفرضوا الايقاع ديالهم في جوازه القيح. حنا واحد الرئيس نتاع الحكومه ذاك الساعه وزير الاول كنا سولنا قلنا له علاش بعض الفئات كتزيدوا لهم زوج زيادات ثلاثه وبعض كيقول لك راه قال لنا هكذا قال كيديروا لي المساهله كيكون في واحد القطاع اللي مثلا قطاع يعني حساس اضراب فيه يعني كيكون يعني اثار وبالتالي كيكون يعني استجابه للمطالب بالخصوص تكون عندهم حركه قويه كيكون منظمين. هذا كيحيني سي عبد الرحيم واحد السؤال بغيتك تجاوبني عليه ربما كيطرحوا عدد من الناس. كنلقاو الناس موظفين في قطاعات مختلفه ولكن اجورهم ماشي بحال مثلا رغم انهم كينتميوا للوظيفه العموميه واش ما كانش الاول توحيد هذا القانون ديال الوظيفه مثلا كتلقى ما بغيتش نشخص باش قطاعات بعينها كتلقى اشيل 10 وواحد في اشيل 6 وهذاك موش الايشيل الايشيل 10 ولا سلم 10 كيبدا ب 5000 درهم ومونز الايشيل 6 حتى هو كيبدا ب 5000 درهم وربما اكثر. اي كاينه هذه الوضعيه شنو عطيتي المثال مثلا تاع بصح رجال الامن حنا مع رجال الامن كيقوموا بالدور تاعهم. اي صحيح يعني دوك هما كيبداو بصح ب 5000 درهم هو في السلم ويستحقون اكثر. اي ماشي ضد ولكن انصبوا استاذ تو يستحق صحيح اللي ربي مثلا الجيل الى اخره في السلم 10 كيشد 5 كيشد اللي خاطر في الامر هذاك الاستاذ. وعلى ديك حنا كنتحدثوا على الازمه نتاع المدرسه المغربيه والاصلاح نتاع التعليم. تصور معايا دابا باش الحيف اللي تكلمت عليه استاذ عنده لا ليسونس واحد كيتعين في السلم 10 استاذ نتاع الابتدائي ولا الاستاذ نتاع الاعدادي بحال واحد بلا ليسونس يستعين في السلم 10 استاذ ديال التعليم الثانوي.
هذاك اللي في التعليم الاعدادي والابتدائي يلاه عنده الحق يترقى مره واحده في حياته، ينتقل من السلم 10 ل 11 مره واحده. مره واحده يعني يقدر ينتقل من بعد 6 سنين دوز المباراه او من بعد 10 سنين تسجل في جدول الترقي، كيترقى مره واحده ما بين 6 سنين و 14 عام وما يبقاش يزيد يترقى، ما بقاش زياده في الاجور الا اذا كان شي زياده عامه. التلاين غادي نبقاو غادي. وفي حين واحد مثلا بحاله عنده نفس الدبلوم مثلا كيترقى خارج الاطار مثلا استاذ تاع السلك الثانوي حتى هو كيترقى على الاقل مره اكثر منه كيترقى السلم 11 وخارج الاطار. الحكومه دابا وقعات معنا في اتفاق تاع 26 ابريل 2011 بان احداث درجه التزمت باش باحداث درجه جديده للفئات اللي كترقى مره واحده ولا زوج في حياتها. ما يمكنش واحد يخدم 40 عام ودابا حنا درنا 65 باغيين هناك الكلام على 65 عام للتقاعد، واحد كيدخل مثلا نقولوا على 22 عام ولا 23 وغادي يخدم اكثر من 40 عام وغادي يترقى مره واحده، راه الحماق هذا. كيما بين المدرسه ولا القطاع العام غادي يتمشى. المسؤولين في وزاره الماليه واعين بهذه القضيه ولكن اش كيدرعوا كيقول لك الكلفه الماليه ولكن ما حدهم ياجلوا فهاد معالجه هذا المشكل وهذيك الكتله والكلفه الماليه كتكبر حتى لين غادي نبقاو. شكون اللي عكس هذا الشيء؟ كيعكس التزمت الحكومه. شكون اللي عرقل هذا الشيء؟ دائما كيقول لك الامكانيات نتاع الدوله ما تسمحش، ولكن كيفاش الدوله ما تسمحش وانت كتوظف؟ يعني مثلا نعطيك مثال، اخيرا كانت هناك زيادات مهمه للاطباء يعني زادوهم درجه وحيدوا لهم واحد الدرجه بمعنى ان كانت فئات بزاف كنسمعوا مرة زياده مزيانه يستحقوا الاطباء الى اخره، ولكن غتخلق مشكل عاود للفئات الاخرى حتى تطالب نفس الشيء. علاش زادوا الاطباء الاخرين؟ لا لان هما كيقولوا الاطباء بانه كيقراوا سبع سنين هذا المبرر، ولكن مع الاطباء ما كاينش الاطباء اللي قراوا سبع سنين، كاين لي فارماسيان يقراوا خمس سنين، كاين كذلك طب الاسنان يقراوا خمس سنين. كتكون الامور هانيه، الدوله كتاخذ واحد القرار وما كتعموش كتخلق كتزيد تعمق هذه القضيه نتاع الحنف اللي وقع ما بين الفئات. مثلا انا بصفتي رئيس تاع الاتحاد الوطني للمهندسين، المهندسين كيتصلوا بيا ويقول لك بانه حتى حنا خصنا يعني داك الشيء اللي يشمل الاطباء الى اخره. هذا الشيء كيخلق عاود المتصرفين غادي ينوضوا عاود المتصرفين مثلا حتى هما يعني كيتوظفوا في السلم 11 وكيترقاو لخارج السلم وتما كيبقاو حتى هما. كاين مشكل هناك فئات كثيره عندها. صحيح سي عبد الرحيم، نرجعوا للحوار الاجتماعي. كان اجتماع القطاع العام والقطاع الخاص مع الحكومه سي اخنوش؟ كانوا زوج نتاع اللي كان الاجتماع اول ولي مع رئيس الحكومه واتفقوا باش يكون هناك جوج لجان، لجنه تاع القطاع العام ولجنه تاع القطاع الخاص. لجنه القطاع العام اجتمعت؟ اجتمعت مره واحده. مره واحده؟ مره واحده. فهاد حكومه اخرج مره واحده؟ مره واحده قدمنا لهم المذكره. شكون اللي كان حاضر في الاجتماع؟ كان وزير المكلفه بالوظيفه العموميه والماليه والداخليه، ممثل ديال وزاره الماليه ووزاره الداخليه. قدمنا لهم ديك المذكره نتاعنا وسلمنا لهم مكتوبه. شنو فيها المطالب ديالكم؟ مطالب كثيره. بحالاش؟ مثلا زيادة في الاجور، تحسين الدخل، زياده في الاجور، طالبنا بزياده تاع 1000 درهم، طالبنا بهذه القضيه نتاع احداث درجه جديده، طالبنا مثلا مراجعه الضريبه على الدخل لان فيها حيف، طالبنا كذلك مثلا السلاليم الدنيا حد السلم سبعه، هاد المساعدون التقني والمساعدون الاداريون عاود هما راه كيعانيو واحد الحيف كبير. هذه شنو هادو؟ تصورت معايا واحد كيدخل في السلم سته كيشد دابا 3500 درهم، كيترقى سلم سبعة ثمانية دابا زادوا لهم درجة تسعود وما كيفوتش 4500 درهم، يعني حياته المهنية كاملة واحد 1000 ولا 1500 درهم. في حين نصيبوا مثلا بالنسبة للأطول سلم 11 ما بين الرتبة خمسة والرتبة ستة كاين بعض الفئات اللي كتزاد من 3000 درهم. إذن هناك الفئة كتعاني، طالبنا باش أنها يحدوا لهم سلم سبعة ويفتحوا لهم الترقية سلم 10 على غرار يعني الكتاب نتاع الضبط اللي عندهم هذا المكسب هذا. خطير واحد القضيه خطيره مرحبا الله وطرحناها ولحينا عليها هما الانعاش الوطني. انا بغيت نجي لك هذه النقطه الانعاش الوطني. الانعاش الوطني راه في الحقيقه هذه راه كارثه. شحال عددهم في المغرب؟ حتى واحد ما عارف. لا حدود ياش يقدر العدد تاعهم ما بين 50000 و 100000. عرفت علاش؟ ما مضبوطينش اللوائح نتاعهم. علاش ما مضبوطينش؟ شي ناس ما بغاوش يضبطوهم. سولتوا عليهم طلبتوا الجهات المعنيه كتقول لهم عطينا؟ شوف حنا في الحوار الاجتماعي وماشي غير هذه المره، في الحوار الاجتماعي كامله كنقول لهم هذيك هي منبع تاع الفساد. علاش؟ لان مين ما كيكونوش عندك مضبوطين الاعداد يعني يسلع فيهم
بشحال من واحد خرج واحد يخرج لهم الصالح هما كاع ما كاينينش يقدر يكون كاع ما كاينش ما كاينش لان ما مضبوطش ما عندوش مثلا رقم يمشي له الفيرمون هذه وقعت في سيدي كيتخلصوا احنا هضرنا عليها الساعه واحد الحلقه في سيدي سليمان كانوا قالوا لنا تما في المجتمع المدني كيقول لهم عطيونا اللوائح يقدر مثلا هو خرج مليون هما كياخذوا غير 500 درهم والاخرى ما كتعرفش الفلوس فين كتمشي وحمايه اجتماعيه وضعيته من ناحيه قانونيه حتى حق ما عندهم وراه كارثه هذه الدوله لا تحترم القانون ما عندهم حتى حق كيتخلصوا لكن لا حددنا الاجور ما مرسمين لا حددنا الاجور لا صندوق التقاعد لا تغطيه صحيه كيتخلصوا بالسميك لا اقدميه والو ما يتخلصوش بالسميك بلاتي سي عبد الرحيم بلاتي هذه خصنا نعاودوها باش باش الناس المتتبعين المشاهدين لان هادشي في غايه الرعب دابا هادو موظفين اييه ما كيتخلصوش بالسميك لا مخالفه جوج ما مرسميش ما مرسميش سير معايا وحده بوحده ثلاثه عندهم الضمان الاجتماعي ما عندهمش ما عندهمش ضمان اجتماعي ما عندهم حتى حاجه لا تقاعد لا تغطيه صحيه لا ضمان اجتماعي كيتخلصوا على الدراري بعين السلطات السلطات هي اللي كتخلصهم وكيفاش؟ اجتمعنا حنا مع وزير الماليه قالنا وزير الماليه هذا الشيء راه بصح راه كارثه راه خصو يتعالج وكيفاش تبقى السلطه؟ وطرحناها في الحوارات الاجتماعيه كاين الناس اللي مستافدين من هذا الوضع كيديروا البلوكاج كيضربوا الناس الصرف بهذا الشيء كيضربوا البلوكاج باغيين يخليو هادوك الناس باش علاش الريع الريع وكيخدموا سياسيا توظيف سياسي والتوظيف وهذا الشيء راه حنا في 2022 مازال هذا الشيء يجب هو حنا طالبنا بالضبط اللوائح نتاعهم كامله وتعطاهم ما نقولوش يدمجوا في الوظيفه العموميه دابا ولكن على الاقل يضبطوا اللوائح نتاعهم يكون عندهم ارقام ويتخلصوا على الاقل بالحد الادنى للاجور وتكون عندهم حمايه اجتماعيه يعني تقاعد وتغطيه صحيه وتكون عندهم يعني باقي الحقوق يعني الاخرى اللي كيستافدوا منها جميع يعني على الاقل من الناحيه القانونيه دونك راه هذا الشيء راه غير مقبول سي عبد الرحيم واش ما كيبانلكش زعما انا بغينا نهضروا شويه من واحد كيقولوا دوي علينا وجيو علينا يعني البلاد كتمر بضائقة مالية انتم كلكم تبعتوا الكورونا واثارها الاقتصادية والسياحية والدولة دارت مجهود وصرفت ميزانية باش تسد الفوام وقطاعات حابسة والانتاج حبس لا يخفي هذا الشيء اي واحد الجفاف التعطل كان شوية حرب اوكرانيا الغلاء واش ما كيبالكمش يعني كاين واحد النوع من الانانية اسمح لي على هذه الكلمة انكم في ظل هذه الوضعية تجلسوا مع الحكومة وتبغيوا تزيدوا في الاجور وانتم كتعرفوا صندوق التقاعد كيفاش داير وكاين ازمه صناديق التقاعد وباغيين تزيدوا في الاجور واحد ويزيد يعني واش ماشي انانيه منكم ما كتراعيوش الازمه ديال البلاد والوطن لا بعدا هذه القضيه مزيان طرحتي هذا السؤال هذا ما نبقاوش نشوفوا احنا غير الاجور نتاع الموظفين راه كاين حوايج اخرين كيفاش تبدير تاع اموال كثيره يعني فيهم وبدون يعني حاسب ولا رقيب وكاين الناس اللي كيغتنوا بواحد الطريقة بشكل فاحش يعني كيستغلوا مثلا هاد الظروف نتاع كورونا وهذا الاستغلال وهذا الارتفاع نتاع الأسعار إلى آخره بغيت نقول لك واحد القضية وكان كانت واحد السياسة نتاع الدولة أنها تكون هناك زيادات في الأجور بشكل إذا بغينا نقولوا تدريجي ما نستناوش تجي شي حوار اجتماعي تكون يعني بشكل يعني دائم غادي تكون يعني سلسة حتى بالنسبة للانعكاس تاعها المالي هذه المرة مثلا شنو قالت لنا الدولة؟ قالت لنا بأنه الانعكاس نتاع هذا الشيء اللي طلبتوه تقريبا واحد 36 مليار درهم ياك ما يمكنش جميع الحوارات الاجتماعية كيقولوا لنا هذه الهضرة هذه ولكن مي كتكون الظروف يعني مي كتكون موازين مثلا 2011 كانت 20 فبراير إلى آخره الدولة فلوس وجدت 19 مليار 4000 واحد قدام البرلمان كانوا اطر عليه خدموا في دقه تماما علاش ان هناك ظروف يعني ملي كتكون العمال العماله تستقبلوا الشواهد الاجازات من عند المعطلين زادوا 600 درهم وعلاش ذاك الساعه كانوا باغيين يحيدوا الحركه النقابيه الطبقه العامله تخرج من الحراك تاع 20 فبراير يعني دابا تقدر تجي شي ظروف فلوس غير تبان دابا اي بيان سور دابا الفلوس كاينه غير هكذا بيان سور ماشي كاينه ولكن يقدروا لان يحضروها انا مثلا مساله نتاع الا بغينا نقول اولويات اختيارات عندي واحد فلوس معينه يا اما نعطيهم ندعم بهم مثلا الباترونا وندعم مثلا بهم بحال دابا في كورونا واحد ندعم بهم مثلا واحد الناس واحد الفئه واحد الطبقه معينه اللي كتستافد الدعم اللي كيتعطاها ولا مثلا كاين بزاف نتاع الشركات ما كيخلصوش الضرائب كاين بزاف تاع الناس كيتملصوا من علاش ما كي
اواني الفضيه ديال الحكومه مثلا هذاك الشيء نتاع الملاير كيمشيو في الضريبه الشركات اللي ما كيخلصوش الضريبه معروفين شكون اللي كيخلص الضريبه كيخلصوها الاجراء لان كيقطعوا لهم من المنبع كيخلصوها المؤسسات تاع الدوله والابناك علاش السلطه ما تقدرش تكون حازمه في الشركات يؤديوا الضرائب في نظركم ما الذي يحول شنو هو العائق في كل الاشكال لان هي دوله ديال الباترونه دوله نتاع الباترونه كترخف على الباترونه انا بغيت نسولك السي عبد الرحيم على واحد النقطه غريبه الاطوار ونبغيك تشرح للناس كيفاش اب ولد اربعه الاولاد واحد كياخذ عليه 150 درهم ولد اخر الى ولده ياخذ 150 درهم الى زاد ولد ياخذ 150 درهم والرابع ياخذ عليه شي 36 درهم ولا شحال هذه تكلمت على التعويضات العائليه هاد النقطه كيفاش الثلاثه الاولاد الاولى كياخذوا عليهم 300 درهم عفوا والولد الرابع والخامس والسادس يلاه 36 درهم حيث من قبل كان كل شيء كيشدوا على 36 درهم ولكن الزيادات اللي وقعت همت غير ثلاثه نتاع الاطفال الاول شوف 300 درهم لا تسمن ولا تغني من جوع حدها يعني واش 300 درهم غادي كيكون لك الدريا كونيكسيون باللعب في التليفون شي اللي كاين وبالتالي باش اننا هذا لعبات لا بغيت نرجع لك هذيك النقطه نتاع الباترونه اللي كتحكمنا راه بصح هناك اثرياء في المغرب اللي كيراكموا ثروات خياليه وما كنهضروش عليهم راه ما كاينش اخنوش راه ما كاينش اخنوش اخنوشات صحيح كاين اخنوشات رؤساء جماعات مليارديرات وفوق رؤساء جماعات ورؤساء مجالس اقليميه وكاين اللي ما كيبانوش كاع وكاين اللي ما داخلينش كاع في الحكومه ولكن السلطه باينه لهم عارفهم هما هما اللي كيسيروا السلطه هاد رجال الاعمال كيسيروه شكون اللي كيسير في المغرب شكون انا الطبقه البرجوازيه اللي عندهم الفلوس هما اللي كيسيروا الدوله هما اللي كيسيروا على كيسيروها المزالط سي عبد الرحيم خلينا بالنسبه للقطاع الخاص واش دار شي لقاء مع في الحوار قالوا في القطاع الخاص كانت واحد اللجنه خاصه بالقطاع الخاص وكانت كذلك كتسمى لجنه القطاع الخاص والقوانين واجتمعوا عده مرات وهنا في القطاع الخاص بغيت نقول لك كاين ظلم وكاين حقره كاين عرفتي كاين انا نعطيك واحد المثال حنا هذا بشحال عندنا من الاجراء في المغرب في القطاع الخاص عندنا تقريبا واحد 4 تاع الملايين هذا 4 تاع الملايين بشحال من واحد اللي كيتصرح به بشكل دائم يعني في تقريبا واحد 30% حتى 40% حتى 40% اللي بالفعل يتم التصريح بهم في السنوات بشكل دائم ويمكن لهم يستافدوا من تقاعد ملي يوصلوا سن التقاعد ويمكن يستافدوا مثلا من الحقوق الاخرى دراسه درتها وزاره التشغيل هذه سنوات كتقول لك بانه 14% فقط من الاجراء اللي في المقاولات اللي كيتم الاحترام تاع الحقوق القانونيه هذاك الشيء اللي كاين في المدونه هو حد ادنى ولا يحترم ما كتحترمش ما لا يحترم اليوم مثلا كاينه فضيحه كبيره مدويه مازال عندنا العمال الزراعيين ماشي بحال السميك والسماك بحال شي طبقه بحال كيفكرني بداك الابارتايد لا الابارتايد اللي كان في الجنوب افريقيا هما فئه دنيويه طبقه نوضح هذه النقطه السي عبد الرحيم للمشاهدين كيفاش دابا العمال الزراعيين الفلاحين شحال كيتخلصوا العمال الزراعيين اليوم السميك في الشهر نقول لك في الشهر واحد 1900 درهم بروت 1900 درهم البروت يعني الصافي تقريبا واحد 1700 وشي حاجه اه والاخرين باقي القطاعات 1880 درهم 2880 تقريبا نت وحدين 2650 درهم تقريبا علاش انا قلت لك علاش هاد الحقره في القطاع حقره محقوره لا علاش هاد الحقره هذه حقره خايبه علاش وي نقول لك في التاريخ دائما الناس تاع الباديه والعربيه كانوا محقورين شوف وهما اكبر سند في الاستقرار وفي التنميه شكون اللي وكل المغاربه الحركه الوطنيه واللي خزنوها في كورونا شكون اللي بقى يوكلنا كيتجنن يا كل شيء كان جالس في ولكن واش كتوعز هذا واش ضعف ما كاينش حركه نقابيه تدافع عليهم ولا شنو لا كاين القمع كاين مثلا شوف انا نقول لك واحد القضيه انا دابا كنعرف حالات ديال كانوا شي وحدين خدامين مع سوديا وسوجيتا الدوله فوتت ديك الشركات الضيعه تاع سوديا وسوجيتا للقطاع الخاص كاين اللي ما خلصهمش هذه 3 سنين 4 واحد ما خلصهمش 20 عام ما خلص كرا الدوله وما خلص العمال 20 عام اللي ما دار والو الدوله مشات معاه في المحاكم 11 عام باش نفذوا عليه الحكم باش خرجوه ونفذوا الدوله ملي تبغي تنفذ نفذوه في الاخر الدوله ملي تبغي تنفذ على واحد مزلوط يتهدموا له بالراكه شي واحد مثلا راه دغيا ينفذوا عليه ولكن باش ينفذوا مثلا على بحال هذا تيكون اخطبوط عنده العلاقات ياك ربما لا
يعني هي عنده علاقات بطبيعه الحال. شكون هما اللي كيدوا هذه الاراضي؟ اللي عندهم الجاه وعندهم السلطه وعندهم الى اخره. دونك هذيك الصوج ديال شوزيطا استافدوا منها شي مسؤولين كبار اراضيها؟ كاين اللي بحال شي اسماء كاينين كاينين بزاف اللي استافدوا. شكون اللي استفد منهم؟ بطبيعه الحال استفدوا غير الاغنياء غير اللي لاباس عليهم. شكون غيستافدوا منهم؟ لان اراضي كثير كاين اليوم شي وحدين في الحكومه كيدبروا مستافدين الوزاره اللي كاين دابا. لا ديك الوقت داك الوقت ماشي دابا قالوا السي العنصر كان خدام نسيبو الى اخره. وشكون اخرين بزاف قالوا احرضان وواحد العدد يعني خدوا الاراضي. انا هذيك الحقه بغيت نقولها يعني بصراحه هذه الحقيقه للتاريخ اخنوش كان مقدم 4 نتاع المشاريع باش ياخذ 4 نتاع الفيرمات. ملي ولا رئيس الحكومه سحبهم قال لك ما يمكنش انا وزير وناخذ هذوك. هذه للتاريخ ماشي لا لا شوف ما الا اليوم هذا هو. ولكن واحد العاده نتاع عباد الله ما عرفوا فيها لا هذه ولا هذه من عيبش مزيان عرفوا اللي متاكد منها. عطينا علي انت متاكد منها مزيان المغاربه يعرفوا حقيقه هذا. انا قلت لك انا اعطيتك مثلا مثال احرزان شي شخصيه صدمت كان شي نسيب يعني مثلا داك البناني سمير لافامي نتاع بناني تا هما داو بيان سور هذوك. واش مشي تمام ولا فابور ولا تمام رمزي ولا كيكريو الارض كيكريو كيكريو الارض تقريبا مش حارب واحد 2000 درهم 3000 درهم القطار يعني هو تما تقريبا بمليون. هما كاين واحد العدد تاع عباد الله دخلوا ماشي باش يستغلوا دوك الاراضي دخلوا باش ربما يدوزوا شي قانون الاراضي الدوله تبيعها لهم لان الاراضي الفلاحيه المسترجعه حتى الساعه القانون كيمنع باش انها تتباع. طيب سي عبد الرحيم واحد السؤال جوهري ونبغي تجاوبنا عليه كذلك. اليوم كنهضروا على حوار اجتماعي وانتم كتهضروا على حوار اجتماعي والجامع. هل يستقيم يعني قيام هل يستقيم قيام حوار اجتماعي في ظل الواقع ديال الحريات النقابيه؟ كنشوفوا اساتذه يتابعون امام المحاكم كاين نقابيين يتابعون امام المحاكم كاين شحال. واش يمكننا نهضروا على حوار جماعي في غياب قوة نقابية وفي غياب وفي هاد الحريات النقابية والهجوم اللي كاين عليها؟ أوي مزيان طرحتي هذا السؤال. هذا في الحقيقة وقع في هذه السنوات الأخيرة تراجع خطير جدا. أنا نعطيك مثال في الاتحاد الجهوي في الرباط كاين أكثر من 50 مكتب نقابي ما بغاتش السلطة الولاية نتاع الرباط تعطي الوصل نتاع الإدعام. الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي اللي هي تابعة للاتحاد المغربي للشغل السلطة مازال ما بغاتش تعطيها الوصل نتاع الإدعام. واحد العناد ديال النقابات الوطنية. تصور انت الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة هل مجددنا المكتب ما بغاتش السلطة تعطينا الوصل رغم ان السلطة كتحاور مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة في الحوار الاجتماعي نتاع 2012. ما عندكمش دابا الوصل؟ ما عندناش. احنا في الشهر الجاي غادي نستضفوا الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة. شكون اللي عنده الوصل؟ غنستضفوا اجتماع نتاع رؤساء الهيئات الهندسيه نتاع تابع لاتحاد المهندسين العرب. عرفتي شنو هي رؤساء الهيئات؟ راه النقابات نتاع المهندسين في الدول الاخرى ماشي بحالنا. مهندسين مثلا نتاع الاردن والمهندسين نتاع شنو الفرق؟ راه منظمات قد الخلع راه هي اللي كتدبر صناديق تاع التقاعد كتدبر عندها مشاريع راها يعني جميع المهندسين بدون استثناء. مثلا نعطيك مثال نتاع النقابه الوطن النقابة نتاع المهندسين الأردنيين عندهم هما 7 نتاع الملايين عندهم 130,000 يعني مهندس كلهم مسجلين في جدول نتاع. ما يمكن لكش تمارس المهنة نتاع مهندس إذا ما تسجلتيش في يعني بحال الهيئات اللي عندنا حنا. النقابة هي الهيئة عندهم ويعني وهيئة قوية قوية سياسيا واقتصاديا إلى آخره في جميع الدول. حنا غادي نستضفوا هذا الاجتماع نتاع الرؤساء نتاع الهيئات في الشهر المقبلين تحت يعني في اطار اتحاد المهندسين العرب. اتحاد المهندسين العرب هو عضو في الجامعه الجامعه الدول العربيه هو كذلك عضو يعني مستشار في واحد العدد تاع الهيئات منهم مثلا يعني المنظمات نتاع الطاقه الكهربائيه مثلا نتاع الاجتماعات نتاع المجلس ديال وزراء الاسكان في العالم العربي الى اخره داكشي الممثلين الى اخره. وتصور انت في الاتفاق نتاع الحكومة ابريل الاتفاق نتاع 26 حنا كان الاتفاق تاع 26 ابريل 2011 وقعت الحكومة مع النقابات ياك. كان هناك زوج اتفاقين واحد اخرين في ذاك الايام. كان واحد الاتفاق اللي دار يوم 28 يونيو مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ودار كذلك اتفاق واحد اخر مع النقابة الوطنية للتعليم العالي. علاش؟ لان في الحوارات الاجتماعية منذ في التاريخ
المهندسين ماشي النقابات اللي كيمثلهم، هما مفوضين للاتحاد الوطني للمهندسين، هو اللي كيفوض بلاصه المهندسين. كذلك التعليم العالي ماشي النقابات المركزيه اللي كتفوض عليه، كاين النقابه الوطنيه للتعليم العالي. دونك الاتفاق اللي كان في 2011 كان مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربه من جهه، مع المركزيه النقابيه، ومع النقابه الوطنيه للتعليم العالي. وتجي من بعد السلطه وانت موقع على محضر، وتجي السلطه ما تعطيكش الوسط. مع كامل الاسف في القطاع الخاص نقدر نقول لك اغلبيه الساحقه نتاع المقاولات في القطاع الخاص مجرد ما يدار مكتب نقابي يجروا عليه كامل. علاش هكذاك؟ لان بالنسبه للباترون كيشوف بانه تاسيس مكتب نقابي تهديد مصالحه، غادي ينقصوا من الارباح، من الارباح، لان غادي يولي يطبق القانون. وكيفاش كيعيشوا هكا العمال في هذا الوضع؟ الاغلبيه الساحقه ما عندهمش نقابه. أغلبية الساحقة، عتعرف النسبة نتاع التنقيب في المغرب راه هبطت لواحد المستوى خطير. شوف، ونهار اللي يقلبوا على النقابة راه ما غيصيبوهاش. شتي من كانت الحركة نتاع 20 فبراير باش يعني النقابة يعني باش تحيد الطبقة العاملة، عيطوا على النقابات وداروا ذاك الاتفاق نتاع 26 ابريل. غير فات 20 فبراير والنقابة تسمع لعبت الحكومة لعبت الدور في الاستقرار تما. بيان سور. وتقلبات عليها الحكومه، ما طبقوا كامل البنود اللي كانوا في اتفاق 26 ابريل. اليوم الوصل نتاع الاذاعه صاحبي ما كيعطيوش، كاين القمع، كاين الاعتقالات. ولكن علاش كاين البعض اللي كيتهم؟ تصور انت كاين البعض اللي كيتهمكم السي عبد الرحيم انكم كتفكروا على فراسكم، كتخويو بالشعب. شي لحظه تيكون انت دابا فكرتيني في هذه اللحظه ديال 20 فبراير، الشعب فيه الغليان وكذا، عيل عطاكم 600 درهم كتخويو في الشارع. ملي جا النقاش ديال الاسعار والغلاء النقل وكذا، غير جامعوا مع النقل المهنيين ديال النقل ديالكم، ديال بقاتوش كتفكروا كاع في المازوت كيدير 10 درهم. علاش النقابيين؟ انا كنقول لك ما يقولوا قسم من الشعب المغربي، عندكم هذه الميزه ديال الانتهازيه ولا ديال الانيه ولا نهار اللي تجلس معكم السلطه ما كتبقاوش تفكروا في الشعب المغربي، غير يحلوا لكم مشاكلكم صافي. شو نقول لك واحد القضيه، النقابه حتى هي فيها شعوب وقبائل. النقابه راه هي يعني واحد الصوره ديال المجتمع، فهمتني؟ فيها مصالح، فيها حتى هي النقابه، فيها ناس في نص النقابه مفسدين، ما فيها انتهازيين، ولكن فيها مناضلين مخلصين وكيمشيو للحباسات وكيطردوا. فيها الباترون. بيان سور. نقابي وباترون. كاينين معنا، ولكن صبر، فينا كل شيء، ولكن ما نبقاوش نشوفوا حق هذوك، شوفوا عاود دوك المناضلين اللي 20 عام 30 عام اللي فنى حياته اللي مشى للحبس. اللي يعني تطرد واللي تشرد من اجل المبادئ والقيم اللي كيعمل بها، كاينين نشوفوا هذوك، وعواد ما نبقاو نعتو بهذوك المفسدين ندخلوا النقابه كاملين ونحيدوا. معقوله سي عبد الرحيم؟ سي عبد الرحيم بغيت نسولك اليوم واحد الخبر كذلك خلق جدل في المغرب، الاتحاد المغربي للشغل كيقاطع الاحتفالات بحجه كورونا. شوف واحد العدد نتاع مناضلين في الاتحاد المغربي للشغل ما متفقينش على القرار بانه ما يكونش يعني الاحتفال فاتح، ولكن للحقيقة الأمانة ما خداتش قرار أنها تقول للناس ما تخرجوش، يعني خلات الصلاحية للاتحادات المحلية والجهوية، اللي بغى يخرج يخرج فاتح معي، ما قالوش إلا ما تخرجوش. ولكن حتى في الحقيقة حتى التوجيه ما كانش خصو يكون. أنا متفق معك، هو مناسبة باش أننا نعبروا على الغضب نتاعنا وعلى المطالب نتاعنا، خص فاتح معي يعني يكون، وماشي غير الطبقه العامله، راه حتى المجتمع المدني كيجي يشارك مع النقابه، حتى هو كيصيبها. علاش خرج هذا التوجيه؟ علاش انا يعني بصراحه علاش شنو مصلحته السي بخاري واللي معاه والاخوه اللي معاه القياده؟ انا ما بصراحه يعني ما عرفتش شنو هي دابا انت فتحتي لي الشهيه على واحد السؤال السي عبد الرحيم، قلتي لي ما كانش خصو النقابه والسي مخارق وصاحبه ما كانش عليه، كانوا يخليوا الامور. هذا كيفكرني بواحد الوضع اخر، مثلا غير الدستور. ما عمر في تاريخ المملكة المغربية الاتحاد المغربي للشغل خرج وقال المغاربة صوتوا بنعم على الدستور. إما تيقول ما تصوتوش، إما كيخلي الناس لأول مرة في عهد السي مخارق في الدستور هذا الآخر قال لهم ديروا نعم. ففكرتيني دابا في هذه خرج كيقول كورونا دابا، هذه الممارسة الجديدة شنو تفسيرها زعما؟ واش الوضع موضوعي ولا ذاتي ولا شوف بالنسبة لفاتح معايا باش نعاود نأكد لك، القرار انت الامانه ماشي انه ما كاينش فاتح معايا. شكون غير يصطدم مع السي مخارق؟ انا جايك. بغيتش يصطدم مع مخارق. انا جايك. يا هذه النقطه هذه ياك فيما يخص القضيه نتاع الدستور. بالفعل في 2011 كان عندنا خلاف كبير في وسط الاتحاد المغربي للشغل، كان هناك تيارين. كاين واحد التيار كلشي كيعرفوا. انا كنت من التيار تاع التوجه الديمقراطي اللي كنا كنقولوا احنا في وسط الاتحاد المغربي للشغل
ما خصناش نقولوا انا عامل الدستور، نخلي الناس تصوت كي بغات، لان احنا في وسط الاتحاد المغربي للشغل هناك عده تواجد، عده تيارات وقناعات واللي ما منتميش الى اخره. هذه كانوا قحفص منا السي محجوب بن صديق عمرو ما قال صوت، محجوب بن صديق عمرو قال بالفعل. وهذا هو هذا كان وقع لنا خلاف كبير، ومن بعد وقع لنا خلاف اخر، هذا هو اللي ادى الى شقاق شقاق، وخرجوا واحد المجموعه نتاع القطاعات، ومن بعد عاود ولينا يعني رجعنا، ومازال رجعتوا كاملين؟ ماشي كاملين، مازال باقي التعليم ما رجعش. سعد حميد امين رجع؟ لا، القطاع اللي كينتمي له رجع. رجع القطاع اللي كينتمي له هو الفلاحه، كينتمي له هو والجماعه. ولكن علاش ما حضرش هو في المؤتمر الاخير؟ هو بالفعل المؤتمر الاخير بصح كانوا ناس ناضوا داروا شي لوبيات ضد باش انه يحضر يعني في، ولكن علاش ما ازرتوش؟ احنا ازرنا، احنا قلنا ما خديتوش شي موقف حقيقي. كيفاش قيادي بحال سعد حميد امين ما يحضرش المؤتمر؟ شوف حنا في وسط المؤتمر خدينا كلمه امام كل شيء، وانا شخصيا خديت واحد الكلمه وقلتها، قلت لهم شتم دابا ملي منعتو امين عبد الحميد شي وحدين فيكم باش يجي للمؤتمر، لان كان ضغوطات قويه، كاين بعض القطاعات اللي هدوا قالوا لا حضر امين عبد الحميد حنا ما نجيوش للمؤتمر. علاش؟ لان يزعج امين. لا دابا الا ما حضرش راه الخساره كبيره. لا ولكن شنو زعما الحضر؟ كاين بعض القطاعات اللي هكذا قالوا القياده نتاع الانتي لا حضر امين عبد الحميد حنا ما نحضروش. بحال من القطاعات مثلا، عطينا مثال. مثلا القطاع نتاع سمي وكاله التوزيع الماء والكهرباء يعني قالوا هكذا. علاش زعما سعد حميد معروف رجل طيب؟ رجل هذا الشيء ما فيهش رجل طيب ولا هذا الشيء. لا زعما ماشي شي واحد اللي كتوزعيج الناس في المصالح نتاع حمراء. شوف لا واش موقف ديالهم ولا بإعاز من جهتي ما كتبانش عاوتاني؟ كان يقدر تكون سي بوسيبل. شكيتوا نتوما؟ وي، ولكن اللي صرح عليها مثلا هذه الجامعه كانت قالتها، هذاك السيد كان قالها. وحنا دخلنا المؤتمر وهذه القضيه هذه يعني نددنا بها وقلنا بان هذا الشيء ماشي صح. وهذه باش انا شخصيا في المؤتمر كنت قلت واحد الكلمه وتذكرت، كتعرف سميتو الرئيس تاع تونس؟ اييه سميتو الاولى يعني بعد الثوره. أيه يقولوا السبسي؟ لا انا سميتو مرزوقي. مرزوقي اييه. هذاك المرزوقي كان قبل الثوره كان يعني معتقل، كان واحد المرو امين مشى كان رئيس نتاع الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. أيه صحيح. ومشى تما باش يأزرو، عقلنا على هذا. اييه منعوه باش يدخل لتونس، منعته السلطات التونسيه، منعوه في المطار ورجع في الطياره. لا منعته السلطات المغربيه، السلطات التونسيه. وعلاش؟ لانه ما بغاوش يدخل يأزر ذاك السال سميتو مشى شي تقرير مرزوقي. أيه. مشات ايام وجات ايام والمرزوقي ولا رئيس دولة تونس، وجاء هنا للمغرب وكان مشي ندوى وشاف امين في القاعة وعيط له باسو وقال له انت جيتي تأزرني تردوك، انا دابا كنستدعيك لتونس، واستدعاه كمناضل حقوقي ومشى وكرمو كرمو تما. ايه ورد له الاعتبار. وانا القصة عاودتها في المؤتمر، قلت له دابا يجي الوقت لامين غيرجع الاتحاد المغربي للشغل من بواب الواسعة، والناس اللي ناضوا ضده باش ما يحضرش ذاك المؤتمر سيحاكمهم التاريخ. سعد الرحيم دابا الوضع كيفاش داير دابا ديال نتوما كنتو خرجتوا واحد السي عبد الحميد امين وعدد من الاخوان ديالكم كانوا طردكم السي مخارق والقياده اللي معاه ومشيتوا ما عرف فين مشيتوا ودابا رجعتوا. احنا ما مشينا للاين، احنا ملي خرجنا بقينا متشبتين بالاتحاد المغربي للشغل، كتسموا التوجه الديمقراطي. اي ولكن بقينا متشبتين بالاتحاد المغربي للشغل وحتى رجعنا. علاش ما قدرتوش ديروا نقابه من غير اتحاد؟ علاش ما قدرتوش تبنيوا نقابه؟ وانا نقول لك دابا شوف نجاوبك بصراحه. بصراحه السي دي تي من تاسات في نوفمبر 78 كانت البديل التاريخي على البيروقراطيه. على البيروقراطيه. وفين ولات؟ ولكن كان عنده اشاعه في محطات. إيه ولكن في الاخر شنو فين ولات؟ لا في الاخر لانه كاين واحد الانتحار عام. شوف اسمح لي نقول لك ملي كان لا بلا مجد واحد الوقت. وين انا متفق معك. شوف ولكن غنقول لك واحد القضيه، ملي كاتب عام تاع واحد النقابه كيبقى اكثر من 35 عام لا يعقل. وبالتالي شوف تقصد المرحوم الاموي الله يرحمه ما حيد حتى مرض. احنا عندنا الزعماء يعني المؤتمر كيختاروا. نقول لك واحد القضيه، هذا ما حد ما درناش
زعيم كيف ما كان تنظيم نقابي ولا سياسي ولايتين ويحيد راه ما غنمشيوش بعيد. راه هذاك الزعيم اللي كيبقى صافي واخا كيكون مناضل سيبوزو حنا مشينا درنا مركز محجوب ما حيدو غالموت كنقول لك كل شيء المحجوب غير دابا حتى ميلودي مخارق ما حيدو غالموت الا استمرينا بحال هكذا لا دابا السي مخارق يقدر يحيدو مؤتمر ولا حتى هو الموت راه يقدر دابا الظروف قدرت تشوف انت على حسب هو على حسب هذا الشيء الاجواء اللي كاين اللي جا راه يقدر يبقى حتى تيموت يقدر كارثه هذا الشيء ديال الانسان يبقى دائما ايه هذا راه مشكل عندنا راه عندنا مشكل هذا ديال انه احنا سيبوزون كون درنا مركزيه نقابيه وكانت يعني هذه المركزيه نقابيه يعني درنا فيها كاع واحد مناضل توري انا نتيقن غتفوت 10 سنين عشان ما يولي بيروقراط الى قف على راس ديك القياده. سي عبد الرحيم كاين واحد النقطه اخرى وحنا وصلنا لنهايه هذه الحلقه بخصوص كاين قضايا ديال 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 العمال يعني معروضه في المحاكم واش القضاء كاين صفكم واش القضاء كيكون في صف يعني هذا مزيان طرحتي لي واحد هذا السؤال هذا مهم. في الفترة الأخيرة هذه واحد العام ولا عامين صدر واحد القرار حنا كنعتبروه خطير ديالاش نتاع محكمة النقد. كيفاش؟ كيعتبر بأن في حالة نزاع جماعي العمال إلا سلكوا المسطرة نتاع الصلح يعني مشاو للمفتش تاع الشغل مشاو للجنة الإقليمية والوطنية نتاع المصالحة ما عندهمش الحق يمشيو ويرجعوا للقضاء ويحطوا الملفات نتاعهم باش يطالبوا بالحقوق تاعهم وهذه خطير. نقول لك علاش؟ علاش؟ لان احنا اليوم خدينا قرار ما بقيناش نمشيو للمفتش تاع الشغل في حالات النزاعات الجماعيه. علاش؟ لان الا مشيتي غتفقد حقك. ولكن هذا الشيء منافي للمدونه يعني. اه منافي للمدونه هذا الحكم هذا. وكيفاش؟ ما تقدرش تفهم. دابا اليوم احنا ما بقيناش نمشيو للمفتش تاع الشغل، المدونه كتقول لك مين يكون عندك مشكل بلا ما دير اضراب بلا دير بعد المحاوله نتاع الصلح. وإلا ما نفعتش المحاولة نتاع الصلح سير للقضاء. دابا إلا مشيتي دخلتي المحاولة نتاع الصلح ما بقاش عندك الحق تمشي للقضاء. وبالتالي حنا كنقابيين كاتحاد المغربي للشغل خدينا قرار باش ما بقيناش نمشيو لمفتي الشغل في حالات النزاعات الجماعية وهذا راه خطير غادي يأزز. وبالتالي حنا بهذه المناسبة كنوجه نداء يعني للقضاة باش يعيدوا النظر في هذا القرار لأن التداعيات نتاعو شنو هي؟ وأنه راه ما يبقاش المسائل نتاع الصلح راه ما تبقاش والدور تاع المفتشيه نتاع الشغل ما يبقى عنده حتى قيمه وديك اللجنه الاقليميه والوطنيه نتاع الصلح راه ما يبقى يمشي عند حتى واحد راه هادشي ما يمكنش. وثاني اللي نفرض كاع الا مشينا في الصلح لان اش كيقول المدونه؟ كتقول لك الا مشيتي للجنه الوطنيه وما تفهمتوش اللجنه الوطنيه يعني وزير الشغل يعين محكم اللي يفصل ولكن ذاك المحكم غيفصل ما عندوش الحق باش يحكم لك انت مثلا بالتعويض ما يمكنش. دونك وبالتالي يعني هاد المسطره نتاع الصلح ما بقاتش يعني عندها دي جدوى وما بقاتش عندها فائده وبالتالي هذه في الحق هاد القضيه هذه يعني كنطلبوا باش بهذه المناسبه كيف سبق لنا اننا طلبنا وجهنا واحد المره واحد طلب للقضاة وفهمونا كانوا قبل القضاة كيديروا واحد الخطا شنو هو ملي كتجيب لهم انت يا باش تبغي تثبت علاقه الشغل كتجيب له معاك بانك التصريح عند السنساس كان القضاء من قبل كيعتبر التصريح في السنساس ما يثبتش علاقه تاع الشغل. علاش؟ لان كاين واحد البند البند 12 من القانون نتاع السنساس كيقول لك يمكن العامل يسجل راسه وعند القضاء شنو كاين يفهم يسجل لكن الفرق بين التسجيل وبين التصريح. يمكن انا كعامل نقدر نمشي نسجل شنو هي نسجل نمشي يعطيوني لاكارت ويعطيوني واحد الرقم فقط ولكن التصريح ما يمكن يديرو الا الباترون. دونك اذا جبت لهم انا تصريح عند القاضي وقلت له انا علاقه الشغل بيني وبين الباترون ها هي اللي هو مصرح بيا القضاء ديك الوقت كان لا يعتد بهذه القضيه نتاع التصريح كيقول لك ان يمكن لك تمشي تسجل انت براسك بحال اللي انت يمكن لك تمشي تصرح براسك ما يمكنش تصرح براسك تسجل راسك. وهذا كان عندنا واحد الندوه العام اللي فات في اوتيل هيلتون وكانوا القضاة تفهموا هذه القضيه واعتبروا بان بصح هذا كان خطا يرتكب نتمنوا ما يعاودش يولي يتكرر. هذو بعض الاخطاء كيداروا. طيب واضح. سي عبد الرحيم غدا وقفه غتخرجوا هنايا في الرباط. في الرباط غتخرجوا يعني غديروا تظاهره. ما الاتحاد الجهوي هو اللي كيقرر حنا غنكونوا متواجدين تما كمناضلين الى يعني الاتحاد الجهوي قرر باش اننا غادي نديروا مسيره غنديروا مسيره قال بان غنديروا وقفه تما قدام المقر غنديروا وقفه. طيب كلمه في حق ثلاثه الاشخاص
سي عبد الحميد امين واش بكلمه مناضل بكل ما في الكلمه من معنى مناضل فد يمكن لك تختلف معاه ولكن ما يمكنلكش ما يمكنلكش ما تقدروش وشي واحد اللي بقى ثابت على المبادئ ديالك شديتو عليه شي حاجه جامي لا يمكن تختلف معاه لا يعني في الفساد شي جامي شي بقعه حدا هنا لا نقطع عليه يدي نقيه نقطع عليه يدي تقطع عليه يدك سي عبد الحميد امين كنوجه له التحيه بهذه المناسبه ذاك الرجل سي مخارق سي مخارق شنو نقول لك يعني هو ملي جا من واحد الجانب عطى دفع الاتحاد المغربي للشغل دل على هذا انه النتائج تاع الانتخابات المهنيه اللي كانت يعني في هذا 2015 و2019 يعني الاتحاد المغربي للشغل دار واحد القفزه ولكن بهذه المناسبه يعني نوجه له خصو يعني يزيد يعني ينفتح ويشد العصا من الوسط ويراعي شويه اه ويعني ويوحد ويراعي شويه يراعي شي شويه اخر اسم سليمان الريسوني الصحفي وي شنو نقول لك سليمان الريسوني هو دابا ولا ايقونه نتاع عرفتي علاش اختاريتك هذه التسميه علاش في نظرك اختاريتك هذا الاسم باش كيذكرك هذا الاسم نتوما كحركه عماليه ونقابه شنو علاقتكم به درنا قنبوله شي قلبوا لي دار لكم درنا واحد القنبوله اي كان نكتب واحد المقال وكان خرج في الجريده كان سماه تعايش الفساد والنضال في داخل الاتحاد المغربي للشغل في المساء وكان مقال زعما كان قوي بزاف وبسببه يعني وقع بسبب داك المقال ديال سليمان الريسوني مباشره تم طرد واحد العدد نتاع المناضلين اللي كنذكر تسميتهم في هذاك المقال خرج عليهم لا وظيفته الصحفيه انا بالبسط ولكن بهذه المناسبه كنوجه له التحيه الله يفرج عليه كنعبروا على التضامن ديالنا معاه لانه البلاد اللي مازال يعتقلون فيها ناس بسبب المقالات نتاعهم ولا بسبب المواقف نتاعهم ولا بسبب التدوينات نتاعهم راه بلاد اللي لا تيقولوا بانه هو ما متابعش على رايه ولا مواقفه زعما على ملفه يا ودي واش شحال الناس كتشكي في الانترنت عمرهم مشاو فتحوا تحقيق هذا واحد ولكن الصحفي علاش ما يتابع زعما انا صحفي انا نتابع ماشي يتابع دابا غير يشوفك وما كيفاش تثبت المتابعه واحد الشخص كتب شي حاجه في الانترنت والقضاء اعتبر بان هذيك الكتبه شكايه وجابوه وقدم شكايه شحال الناس كتشكي وتشكي بالظلم وتشكي علاش ما يتابعوش دوك لينفريد لينفريد انا كنقول لك من ناحيه يعني الشكل لان ما جاش هو شي واحد جا قدم به داكشي كان باين بان مطبوخ الى اخره ولكن والله يفرج عليه في هذا النهار السعيد نتمنوا له والسي توفيق الله يفرج عليه كلهم معتقلين سي عمر سي نتاع والريف نشطاء الريف والزفزافي والناس تاع كاع المعتقلين والكاسكيطه مسكين وجميع اللي نسينا شي واحد في هذا اليوم الفضيل كنشكرك بزاف السي عبد الرحيم ونتمنى نتلاقاوك بشي فرصه اخرى بهذا متتبعي القناه نكون قد اتينا لنهايه هذه الحلقه نشكر لكم طيبه المتابعه والى اللقاء